طابلو دو فارياسيون خاص لا مومون توني التغيرات ديال ديالها، واش تزايديه ولا تناقص، واش كرواسونت واش دي كرواسونت اكسيتيرا. دونك عندنا واحد لا فونكسيون افين افين اللي هي موان 3 اكس بلس ا اف دو اكس، وعندنا واحد لا فونكسيون اللي هي بولينوم اكس موان 2 اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 1، وعندنا واحد لا فونكسيون هوموغرافيك اللي هي h de x égale à x plus 3 sur x plus 2 moins 2 sur x moins 2. Alors quoi d'un dans le domaine de l'éducation les scénarios mobiles fait cette année la fonction polynôme la fonction homographique ou les fonctions linéaires ou les fonctions affines. Quelle est la méthode que je dois sur la monotonie? Il y a je dois il y a le taux de variation. Modèle taille mais c'est pas de touche. انا تعمدت انني ما نديروش باش ندرسوها بهذه الطريقه ديال الطريقه ديال لا ديفينيسيون، الطريقه اللي ندرسوها بلا ديفينيسيون، من بعد عاد نديرو توت فارياسيون في فيديو اخر ونخدمو على توت فارياسيون بوحدو التمارين ديالهم بوحدو. هضر هنا باش نستعملو الاصل اللي هو هذا اللي درناه في الفيديو السابق، التعريف ديال لا مونوتوني. نعاود نشرحها هنا بصح. بالنسبه لا مونوتوني شنو هي لا مونوتوني؟ هنا نديرها هنا باش نقولو اف كرواسونت sur un intervalle et بطبيعة الحال sur a. إلا أن a b appartient à a و عندنا a inférieur à b alors تكون f de a inférieur égal à f de b، بمعنى ما كتغيرش المتفاوتة، ما تغيرش المتفاوتة دخلنا عليها f. هنا كنقولو في هاد الحالة كخواصونت، كخواصونت بمعنى إلا انطلقنا من أصل من b بقينا كنديرو التأطير اكسيتيرا وصلنا لهادي راه كخواصونت، بمعنى ما تغيرش نفس المتفاوتة راه هادو معايا نفس المتفاوت لا ميم ايغاليتي انيغاليتي. هادي بالنسبة للكخواسونت، بالنسبة لديك كخواسونت اف ديك كخواسونت وهادشي كامل يمكنكم ترجعو لي ترجعو للفيديو الفيديو السابق. ناخدو ا و بي من ينتميو لهاد الانترفال اي، حنا كندرسو ديك كخواسونت على واحد الانترفال لان كل انترفال بوحدو. دونك الى خدينا ا انفيريو ايكال ا بي هنا غادي تغير المتفاوتة غتولي اكبر. دونك الى تغيرت المتفاوتة لاحظو معايا تغيرت المتفاوتة كنقولو بأن هاديك كخواسونت، هذا هو اللي نعتمدو عليه، هذا هو التعريف الذي نعتمدو عليهم هنا. دونك نعتمدو على التعريف، كنطلقو من أ صغيرة من بي وكنبقاو نديرو التأطير حتى نوصلو لهادي ولا نوصلو لهادي، إلا وصلنا لهاديك كخواسونت وصلنا لهادي ديك كخواسونت، بمعنى الفكرة شنو هي؟ إلا تغيرت المتفاوتة راك كخواسونت ما تغيرتش إلا تغيرت المتفاوتة ديك كخواسونت، إلا ما تغيرش المتفاوتة ما تغيرش النهاية راك كخواسونت، إلا تغيرت المتفاوتة راه ديك كخواسونت. دونك هادشي اللي نعتمدو عليه هنا. غادي نمشيو نشوفو هاد ليكزارسيس لي عندنا هنا، وخا نبداو بعدا بهاد لي عندنا فلوخا. نكتب هنا، غادي نكتب هنا إكزارسيس هاد، دابا غادي كنديرو لا سوليسيون ديال ليكزارسيس 5، ليكزارسيس 7 عفوا، وخا هنا ناخد دابا دي دو إف دي دو إتش دي دو جي إكسيتيرا. دونك غادي ناخد هنا ناخد بدل لي فونكسيون لي عندي هما إف دو إكس est égal à moins 3x moins 1 plus 1, g de x est égal à moins x au carré plus 4x plus 1, et h de x est égal à x plus 3 sur x moins 2. Donc là, on joue un glitch. Donc il a le trifinaris, puis il a des chiffres. Très bien, bien. Alors, donc, le domaine de définition, donc, je vais vous dire les fonctions. Dans le d2f d'abord, d2f est égal à r. تيكال حتى دي دو جي، علاش؟ كاع حدا سون دي فونكسيون بولينوم، حتى هاد لا فونكسيون افين واخا هي اختيار بولينوم، لان بالنسبة لدي فونكسيون بولينوم اون جينيرال فيهم حالات خاصة، كاين فونكسيون لينيير، فونكسيون افين، بينوم، اكسيتيرا، ترينوم، اكسيتيرا، كار اف اي جي سون دي فونكسيون، دو سون دو فونكسيون polynôme. D'accord, donc il a un ajouté les fonctions polynôme, il a la fonction polynôme, on va dire de f ou r. Alors c'est un peu le hadi. Donc il a la fonction polynôme, il y a x au carré ou la x, le x à la position 3, mais il y a un kench x le maqa ou un kench x x le g. On a un goulot polynôme, on va dire d de f ou r. Il me chie le d de g et on a d de h plutôt. ديتو اش هي اللي فيها جوج ديال الخدمة، علاش؟ لأن فيها إكس في المقام، إذا كان إكس في المقام هنا مشكل، خصنا المقام شنو هو الشرط؟ خص المقام يخالف الصفر، ألوغ شنو غادي نكتب؟
x appartient à R avec x moins 2 différent de 0. C'est le maqam yukhalif 0. Donc, x appartient à R avec x différent de 2. رجعنا لدول الطرف الآخر وهذه راه هي اللي نديرها على شكل المجال. شنو هو المجال؟ موال لانفيني حتى لدو نديرو هكا كنديرو اونيو كنوليو نكتبو جوج ونديرو بلوس لانفيني غير شنو كنحيدو هاد الزوج كنحيدوها ما كتبقاش هاد الزوج هادي ونقدرو نديرو ار ونديرو موان دو ممكن نكتبو هكا ار موان دو ولكن من الاحسن نكتبوها على شكل المجال. دونك هادي مجموعة التعريف اذا عندنا المشكل غير في الدو راه باينة وكان نعوض هنا بالزوج زوج ناقص زوج هي صفر وفي المقام يمكنش يكون يساوي صفر. دونك هذا بالنسبة لدي دو. نمشيو للسؤال الآخر هو دو جي دو دو ليماج دو دو. On va calculer maintenant l'image de 2 par la fonction g. Donc on va remplacer x par 2. On va remplacer x par 2. نديرو هنا زوج نديرو هنا زوج. Donc je suis tous les moins 2 au carré plus 4 fois 2 plus 1 est égal. هنا لاحظوا معايا هاد الناقص راه على برا ما ندخلهاش في الحساب. هاد الناقص راه على برا لو كان كانت اونتر بارونتيز او كاري راه على برا. غادي نكتب ناقص 4 4 في 2 شحال هي 8 8 بلس 1 ايتيغال. دونك نحسبوا هادي 9 ناقص 4 هي 5 ونمشيو نحسبوا اش دو 1 سور 2 ايتيغال. الو شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لا فونكسيون ديالي اش هادي في ما كانت x نعوضها ب 1 sur 2. دونك on va remplacer x par 1 sur 2. دونك on va écrire ici 1 sur 2 plus 3 1 sur 2 moins 2. دونك هاد x هادي لاحظوا معايا كاين x هنا هنا رجعنا 1 sur 2. دونك هاد x هادي وهاد x نعوضها ب 1 sur 2 ونكملو. خصنا نوحدو المقام هنا. دونك الى جينا نوحدو المقام غادي نلقاو هنا زوج هكذا غادي نلقى هنا زوج. هذا بالنسبة للبسطة الثانية هنا واحد جوج في ثلاثة ستة هنا واحد ناقص جوج في زوج أربعة كتساوي لنا. دونك هنا يا زوج هنا يا زوج دونك هنا تبقى لي ثلاثة وهنا سبعة تساوي دونك سبعة على زوج ثلاثة على زوج. شنو غادي ندير؟ غادي نحتفظ بالبسط. البسط اللي عندي هو هذا كان نحتفظ بالبسط اللي نخلي الكسر الكبير هو هذا غنمشي لي الفوق كامل ناخدو سبعة على زوج ونضرب في المقلوب ديال لانفيرس ديال الدينوميناتور اللي هو زوج على ثلاثة. جو في سامبليفي باغ دو إل نو ريست سات سور تخوا. دونك ليماج دو أن سور دو باغ لا فونكسيون اش تيغالا سات سور تخوا. وهذا الشيء راه ساهل نحسبوه بطريقة عادية ما فيه حتى شي مشكل. نمشيو دابا تخوا إتيدوي لا مونوتوني دي إف. دونك خصنا ندرسو هاد لا فونكسيون هادي هاد لا فونكسيون إف ساهلة غادي ندرسو لها لا مونوتوني واش كرواسونت واش دي كرواسونت اكسيتيرا. دونك هادي راه ماشي صعيبة درناها حتى في لا فيديو من شرحنا لا مونوتوني شنو هي. هي المثال اللي درنا خدينا لا فونكسيون افين ساهلة. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نكتب هنا 3 لا مونوتوني دو اف سور ندرسو لا مونوتوني صديق الرتابة بالعربية كنقولو ادرس الرتابة يعني واش تزايدية واش تناقصية كخواسونت دي كخواسونت سوا. دو شنو نديرو؟ غادي نديرو سوا ان تي ا اي بي دو ريال. علاش قلنا دو ريال؟ ما لان عندنا ار كما كانش عندنا ار ما غاديش نديرو دو ريال غادي نقولو سوا اي بي دو زيليمون دو اي. هنا عندنا اي هو ار ما عندنا حتى شي مشكل تلك افيك ا انفيريو ايكال ا بي داكو. ضروري نبداو بهذه اللي قلت لكم هنايا راح معايا القاعده. شنو قلنا؟ قلنا باش كتكون كخواسون هذيك كخواسون كنبداو ب ا اصغر من بي ولا اكبر من بي ما عندناش مشكل. المهم ندير واحد المتفاوته بيناتهم. الو اذا انتقلنا عوضنا بقينا كنديرو التاثير وصلنا ل اف دو ا اف دو بي ولقينا المتفاوته ما تغيرتش غادي نقولوا بان كخواسون. الا لقينا بان المتفاوته تغيرت غادي نقولوا ديك كخواسون. الو بدينا حنا بهذه افترضوا بان ا صغير من بي داكو افترضوا بان ا اصغر من بي. الو بالنسبه ل نكتبهم هنايا شوف غادي نكتبهم غير هنايا هكا باش نخدمو بهم. حنا بغينا نوصلو اف دو ا و اف دو بي. نهضر لكم اف دو ا شحال كتساوي اف دو ا و اف دو بي شحال غيتساوي نحطهم قدامنا هكا باش يبان. اف دو ا نجي نعوض هنا اكس بال ا شنو غتولي؟ تولي لي موان 3 ا هكا بلوس 1 اخرى موان 3 بي بلوس 1 داكوغ. هما هادو عوضنا ب عوضنا هنا
عوضنا ال A عوضناها ب عوضنا ال X بال A عوضنا ال X بال B وصلنا لهادي مزيان. ألور دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير التأطير دونك ندير هكا. ألور باش ندير التأطير ديال من التأطير اللي غادي ندير غادي ناخد نبدي بناقص دونك خصني نوصل لهادي خصني نوصل من هنا ناقص 3 A زائد 1 والجهة الأخرى خصني نولي ناقص 3 B زائد 1 باش نوصل ل A F2 A و F2 باش شنو غادي ندير؟ غادي نبدي نضرب في ناقص 3 دابا هاد لي كوتي Je vais multiplier les deux côtés par moins 3. Et moins 3 est un nombre négatif, donc il faudra changer le signe de l'inégalité. C'est-à-dire, ici, on écrit moins 3a supérieur ou égal à moins 3b, car moins 3 est un réel négatif. Maintenant, on va ajouter 1 par deux côtés. Alors, moins 3a plus 1, moins 3b plus 1. إلا زدنا ولا نقصنا نفس القيمة ما كتغيرش المتفاوتة. هذه شنو هي؟ دو هذه هي اف دو ا تبقى هذه وهذه هي اف دو بي. الو شنو درنا هنا؟ من طرقنا من هذه شوفوا من طرقنا بهذه المتفاوتة هذه شوفوا فين وصلنا. تغيرت المتفاوتة لما تغيرتش؟ تغيرت المتفاوتة هنا كانت اصغر ولات اكبر. دونك شنو غادي نقولوا؟ نقولوا بان اف هي فونكسيون ديكروسون دونك اف هي fonction croissante, décroissante plutôt. Alors, je dis croissante, c'est très important. Décroissante sur R. Ça fait la décroissante. Alors, je dis que c'est très important. C'est très important. Quand on dit que la fonction est décroissante. Donc, je vais vous donner le sujet de la question. Maintenant, sur la base, la fonction g, on va étudier la fonction g, la monotonie de la fonction g. Donc, vidéo là, on a besoin de comprendre la suite. Car, la monotonie. Donc, allez, vidéo sur a, vérifiez que g de a moins g de b est égal à b moins a. Donc, ça, on se voit le premier. Donc, allez, tu mets la question lundi d'abord. Il y a la question 4. Donc, on écrit maintenant, soit A et B de réel. Alors, je vous mets de réel, là, je l'ai dans mes définitions, alors, ouais, on a. Donc, on est sur une idée, on est sur une idée. C'est une idée, j'ai de A moins j'ai de B. C'est une idée, je vais vous montrer la clé. 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 Alors, je vais dire là, on a g de a moins g de b est égal. Donc, je suis là, g de a moins g de b. Alors, je vais faire g là, il y a la fonction là, on a b a, on a b. Donc, il a b a, on a a, donc il y a moins a au carré plus 4a plus 1 moins. Alors, on a dit que c'est là, on a dit que c'est là, on a dit que c'est là. Alors, نفس العملية هنا غير بلاصة A ندير B. شنو غادي نكتب هنا؟ غادي نكتب هنا موان B أو كاري بلوس 4B بلوس 1. داكوغ؟ دونك هنا جي دو B هي هادي و جي دو A. ولكن مين ندير الناقص؟ ندير الأقواس. نتوما ديما تبقاو ديرو الأقواس واخا كان زائد ديرو الأقواس باش متغلطوش باش تحفظو هاد العلاقة الطريقة هادي. مزيان دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحيد هاد الأقواس هنا تولي لي موان A أو كاري بلوس 4A بلوس 1 moins mal moins tous les nains plus b au carré moins 4b tout mal moins mal plus tous les nains moins 1. Mais alors on retase le hadi avec le hadi mais bien voilà qu'on a pas réussi le hadi pour y nommer donc tu as mis là on va le voir on va voir ce qu'on va faire. Alors le qui va le bien là c'est que j'ai a au carré avec b au carré je vais tout le hacker tout le b au carré moins a au carré bien hacker tout le hadi j'ai même le hadi tout le plus 4 A moins 4B. Mais alors, je vais vous faire un peu de temps. Déjà, je vais vous faire un peu de temps. 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 Je vais vous faire un peu de temps.
الى عملنا بواحد الربعات بقى لنا ا موان بي، ولكن حنا بغينا بي موان ا. عرفوش باش نعمل؟ نعمل بناقص 4. واخا الى عملت بناقص 4 شنو تبقى لي؟ تبقى لي بي، وهنا تبقى لي موان ا. واخا لاحظوا معايا، غادي ننشر ونشوف. هيا ناقص 4 في بي هي ناقص 4 بي، ناقص في الناقص تولي زائد 4 ب ا. نعاود، ناقص 4 ا في بي راه هي ناقص 4 بي، ناقص في الناقص تولي زائد. مزيان. هذو كنلاحظوا بانه كاين واحد العامل مشترك هو هذا ان فاكتور كوما اونتر لي دو زيكريتور. شنو غنديروا هنا؟ غنعملوا به، نعتبروا هذا هو ا كبير، دابا نعتبروا هذا واحد ال ا، غنعملوا به داكو، نعتبروا هذا كامل نعتبروه ا هكذا. شنو غنعملوا به؟ شنو تولي؟ تولي بي موا ا. هنا تبقى لنا هذه، شنو تبقى؟ تبقى بي بلس ا، وتبقى لنا هنا نتي هذا ما نديش الاقواس داكو، تبقى لنا هنا موان 4 هكذا. نعاود، اعتبرنا هذا هو ال ا، دونك عندنا عامل مشترك هو ا. تبقى لنا دابا الى عملنا به تبقى لنا هادي ناقص 4 هي هادي، وهذا هو اللي مطلوب منا. لاحظوا معايا، حنا عندنا ا بلس بي راه هي بي بلس ا، ما عندنا حتى شي مشكل. ا بلس بي ولا بي بلس ا ما كاين حتى شي مشكل. فوقاش عندنا مشكل الى عندنا ناقص، ما يمكنناش نغيرو الترتيب ديالهم الى عندنا ناقص. اما الى عندنا زائد ما عندنا حتى شي مشكل، باش ما صدقنا ا بلس بي راه هي بي بلس ا. كنقولوا بان الجمع تبادلي فرونسي كنقولوا لا سوم اي كوميتاتيف. مزيان، دونك انا جاوبنا على هذا السؤال، هذا جاوبنا على هذا السؤال هذا. دابا نمشيو لا كيسيون بي اي دي لا مونوتوني سور موان لانفيني 2 اي 2 بلس ان. دونك غنتصلوا الاشاره، غنتصلوا التغيرات على هذا المجال وهذا المجال، كل واحد بوحده. ما يمكنناش نترسم لان واحده تكون عليه التزاويديه والاخرى تكون عليه التناقص. دونك عندنا موان لانفيني 2 اي 2 بلس ان. هذه لا كيسيون قلنا ا. لا كيسيون بي لا مونوتوني de g. On sait que, quand on regarde la question précédente, on sait que, l'un des deux va soit, on sait que g de a moins g de b est égal à b moins a multiplié par b plus a moins 4. Quand on a fait le calcul, c'est pas une astuce, mais c'est une astuce. Alors, c'est un carré de g de a moins g de b. Maintenant, on va dire quoi? Elle me dit soit A et B deux éléments de B de moins l'infini, tel jeu, j'acte. Donc, on va être l'intervalle. Elle me dit soit là, je dis les intervalles. Je vais être l'intervalle moins l'infini, ben, je suis 2 plus l'infini. Tel que, ناخذ باغ اكزومبل ا انفيريو ايغال ا بي. ديما كنبداو في لا مونوتوني كنبداو ا صغر من بي، وكنمشيو نديرو التعطير باش كنوصلو. الوغ دابا عندنا هادي، هاد الفرق قلنا باش نقارنو جي دو، خصنا نقارنو دابا جي دو ا مع جي دو بي، شكون اللي كبيره شكون اللي صغيره، بمعنى واش تغيرت المتفاوته ولا ما تغيرش. بمعنى بين كنبغيو ندرسو اما نديرو التعطير كما شفنا في المثال السابق درنا التعطير، ولا ممكن نديرو الفرق صافي باش نقارنو جوج ديال القيم. اما نديرو التعطير ولا نديرو الفرق ولا نرفعو اوكسيدان، هذه مجموعه ديال التقنيات درناهم في الدوره الاولى. هادي الو نمشيو نشوفو دابا هادي في نظركم، نمشيو نشوفو هادي. دونك بي موان ا غتكون كي غتكون، ردينا هنا ردينا على الطرف الاخر. دونك شكون اللي كبير؟ ا هو اللي صغير، بي هو اللي كبير. دونك بي موان ا غيكون موجب، علاش؟ لان بي هو اللي كبير. عدد كبير ناقص عدد صغير يعطينا زيرو. نديروها هنا، سميوها واحد هكذا. اي اون هادي الاولى. دابا نمشيو نديرو التأثير ديال هادي، نشوفو هادي واش موجب. حنا بغينا نعرفو هذا واش موجب ولا سالب. إلا عرفنا هذا واش موجب ولا سالب، عاد معرفناش شكون اللي كبير، واش جي دو بي ولا جي دو أ. دونك الهدف ديالنا هو هذا. هنا كاين إف وسطير، خصني نشوف شكون اللي كبير، واش إف دو أ ولا إف دو بي. هنا عندنا جي، دونك غنديرو واش جي دو أ ولا جي دو بي، باش كنقارنهم خصني ندير الفرق مثلا. دونك خصني ندرس الإشارة ديال هذا الفرق هذا، نشوفو شكون اللي كبير. واخا دابا عرفنا الإشارة ديال هذا راه موجب، دابا بقات لنا الإشارة ديال هذا. إي قلنا شوفو مادام راه الأ والبي كتنتمي لهذا المجال، إذا كان كنتمي لهذا المجال، يعني أن أ انفيريور و إيكالا دو، إي بي انفيريور إيكالا دو. علاش؟ لأن كاينة في هذا المجال. صافي، شوفوا معايا هنا، أ إي بي دو زيليمون في هذا المجال راهم صغار على جوج، بجوج بيهم صغار على جوج. دونك إلا درنا أ، إلا جمعنا طرف بطرف، نجمعو أ مع بي و جوج مع جوج. دونك أ بلوس بي انفيريور إيكالا دو بلوس دو، جمعنا طرف بطرف ما كتغيرش متفاوتة. أ زائد بي، صغير زائد صغير، والكبير زائد الكبير. دو
A plus B inférieur ou égal à 4. Donc, A plus B moins 4, qui est là, c'est là. Alors, هذه سالبة وهذه موجبة. جودة كي غادي يكون في نظركم جودة غادي يكون سالبة. Donc, d'après 1 et 2, on a. Donc, on a g de A moins g de B est égal B moins A fois B plus A moins 4. Donc, on a un DA moins 4. Qui est-ce qu'on a dit? On a dit, là, de manière, moujaba. On a A plus B, là, il y a B plus A, mais kif. ب هكذا. الله باش انطلقنا هنا باش نعرفوا دابا واش تلقاو سيرة سيرة خلينا نرجعوا شنو باش انطلقنا انطلقنا بهادي لاحظوا دابا معايا قارنوا هاد الزوج هادي قارنوا هادي مع هادي اصغر من بي وجدوا اصغر من جي دو بي دونك شنو غادي تكون غادي تكون كخواسونت داكوغ غادي تكون كخواسونت لان ما تغيرتش المتفاوتة بقات نفس المتفاوتة دو فينالمون دونك جي اي كخواسونت sur moins l'infini de croissance sur moins l'infini de la chaîne matérielle de la d'abord on est dans l'intervalle les plus 1 plus l'intervalle là les plus l'infini de donc on est écrit là monsieur d'abassoa soit A et B deux éléments de 2 plus l'infini. Il y a à faire maintenant 2 plus l'infini. Alors d'abord, nous allons nous faire la liste de la nous allons A, B, on va dire que nous allons nous faire la liste de la liste de la liste de la liste de la tel que A inférieur ou égal à B. Donc, qui est-ce qu'on a là A moins B est-ce qu'on a là B moins A plutôt. B, on a là. On a là. On a là. Alors, là, on a eu un petit peu de temps à l'écrire. خصنا نشوفوا هذه دابا هذه اللي هنا خصنا نشوفوا واش موجبه ولا سالبه الوغ باش نعرفوا هذه واش موجبه ولا سالبه خصنا ندرس الاشاره ديال هذه ومن بعد ندرس الاشاره ديال هذه الوغ نبدي بهذه نعرفوا بان بي هي اللي كبيره لاحظوا معايا بي هي اللي كبيره دونك بي ناقص ا غادي تكون موجبه هذه واحد نسميوها اطوار باش ما نخلطوش مع الواحد الاخر دونك ا موان بي لان بي راه هي اللي كبيره على ا والعدد اللي كبير ينقصنا من العدد الصغير كيعطينا عدد موجب دابا غادي نمشيو اي اون دابا لاحظوا معايا او بي راهم كاينين في المجال جوج بليس لانفيني بمعنى ان ا كبيره من جوج اي بي سوبيريور ايكال ا دو صافي علاش لانهم كاينين في هذا المجال دو بليس لانفيني الوغ ا تكون كبيره على جوج وحتى بي تكون كبيره على جوج الوغ في هاد الحاله شنو غادي ندير دونك غادي نجمع دابا الاطراف طرف بطرف غندير ا بليس بي سوبيريور ايكال دابا نجمع زوج زائد جوج هي اربعة كيما درنا في نفس الطريقة دونك A plus B moins 4 supérieur ou égal à 0 2 étoiles ça fait redonner 4 à l'autre الاخر نفس المهم نفس الطريقة اللي درنا 2 étoiles et 2 étoiles on a G de A moins G de B اللي هي A plus A moins B plutôt
plutôt 2 moins 1. Il y en a B avec dedans. B moins A. A plus B moins 4. Car dit qu'on a dit. Hadi qu'on a raha moujaba. Ou tal khura moujaba. Et nous jouda alini moujabain. Ou a adad moujaba. Donc on a une delta supérieure égale à 0. Donc, alors. Je connais qui je connais ça là. Adar do B taraf la akhat. Ou l'inna J2A. Akbar a usa oui J2. علاش لان جي دو ا موان جي دو بي العدد موجب بمعنى ان ا جي ا هي اللي كبيره على جي دو بي الو ندير واحد المقارنه ثاني هادي مع هادي شنو كان لاحظوا واش طيرت المتفاوته ولا ما طيرتش هي بقات لنا هنا ها هي ا بي بي ولكن المتفاوته طيرت قلنا مي كطير المتفاوته كنقولوا بان لا فونكسيون اي ديكروسانت لا فونكسيون اي ديكروسانت على هذا المجال هذا فينالمون Et G plutôt, G est décroissante sur 2 plus l'infini. Donc on a décroissante là, 2 plus l'infini. Donc on a croissante à la moins l'infini, 2, décroissante à la, 2 plus l'infini. Tracer le tableau de variation. Alors le tableau de variation, un tracé, on tira quand même la question B. دونك عندنا لا مونط اللي درنا هادي نتا نديروها تراسي واحد غادي نكتب هنا غادي نكتب سي لو طابلو دو فارياسيون دو جي سور دي لو جي اللي هو اف الو غادي ندير طابلو دو فارياسيون دابخي لا كيسيون غادي نكتبها هنا دابخي La question précédente. Allez, le tableau. Il y a un tableau. On va faire un tableau de variation. Tu peux même dire que c'est un tableau de variation. Allez, on va faire un tableau de variation. Allez, on va faire un f de x. On va faire un x. Allez, on va faire un jumeau à tel. Je vais plutôt un g. Je vais faire un jumeau à tel. Je vais faire un jumeau à tel. هاي قلنا شنو هي دي دو جي راه هو ار دونك مجموعة التعريف هي كنحطو مجموعة التعريف هنا الو شنو غادي ندير هنا غادي ندير موان لانفيني غادي نديرو بليس لانفيني لاحظو معايا هنا كنا قلنا بأن شوفو معايا هنا ماشي هاد الورقة هادي هاد الورقة هادي الو شوفو معايا مزيان هادي قلنا هنا لا فونكسيون كخواسون سوغ موان لانفيني دو وش قلنا هنا ديكروسون سور دو لا بلس لانفيني دونك من دو حتى بلس لانفيني غتكون ديكروسون ومن موان لانفيني حتى دو غتكون كروسون بمعنى غادي نقسمو المجال دابا ان نقسموها على جوج نقسموها بهاد الزوج هادي غادي نجي هنا ونكتب هنا ندير هنا واحد دو هكذا الوغ نشوفو هنا ديكروسون من جوج حتى بلس لانفيني من جوج حتى بلس لانفيني غتكون ديكروسون دونك واحد السما غادي يكون هاود هكا كنقصدو بها تناقصية ديكروسون هنا G est croissante, non, S est croissante sur moins l'infini. Mais moins l'infini, elle doit être croissante. C'est ce que je veux dire. Alors là, on dit qu'on a de la chicle. C'est ce que je veux dire. Et là, on a de ressort à dire juste. C'est J de 2. Merci beaucoup. Et je vais voir, on a de la chicle. Il y a la question 2. On a de la J de 2. Donc, c'est le problème. On a de la chicle. On a de la chicle. On a de la 5. Alors, on a de la table de variation. On a G. بعد معايا كخواسونت موان لانفيني حتى دو و ديكخواسونت من دو حتى بلوس لانفيني دونك هادي بالنسبة لاكيستيون كارت دابا نمشيو لدي ديدوير اون فالور ماكسيمال دو جي ديدوير غادي نستنتجو غير انطلاقا من جدول التغيرات صافي انطلاقا من جدول التغيرات غادي نستنتجو هاد القيمة القصوية الوغ شنو نشوفو هنا ندير لا ندير دي غادي نكتب هنا هنا ملي كيقولو لنا دي دوير يعني خصنا نستنتجو غادي نكتب هنا دابخي لو طابلو دو فارياسيون دو جي اون ا الوغ هنا لاحظو معايا الدالة كتطلع حتى توصل خمسة وكتهبط شوفو معايا كتطلع تزايد ديال زيد توصل لخمسة القمة هي خمسة وكتولي تهبط بمعنى اون جي دو اكس inférieur ou égal à 5 pour tout x appartient à R. Les voies de 2R. Par de maille, j'ai de x n'a pas.
شوف السهم غادي طالعه 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 كتوصل لخمسه كتوشي خمسه وكتهبط، ما نقولوش جوج ما نقولو خمسه، وكتولي تهبط دونك صغيره من خمسه، ما كتفوتش خمسه، ما كتديباشيش خمسه. اي جي دو دو شحال كتساوي؟ كتساوي خمسه. الو شنو لقينا دابا؟ جوج ديال الشروط اللي عندنا. لقينا الشرط الاول هو ان جي دو اكس صغيره من خمسه، ولقينا واحد لونتيسيدون اللي هو دو. دونك غادي نقولو بان دونك 5 ايتا ماكسيموم de g sur r. دونك عندنا جوج ديال الشروط، خص تكون صغيرة من داك ال m وتكون واحد نلقى واحد لونتيسيدون ديال داك ال m. دونك هادشي اللي لقينا، جوج ديال الشروط. دونك غادي نقولو هذا ايتام ماكسيموم. هذا هو السؤال اللي مطروح لنا، هو ديدوير اون فالور ماكسيمال دو جي سور دي جي اللي هو دي دو جي اللي هو r. غادي نمشيو دابا لا كيسيون 5، غادي ندرسو فيها h. لا كيسيون 5 خاصة بلا فونكسيون h هادي. تاهي باش نديرو طابلو دو فارياسيون غادي نمرو بواحد شي مراحل هنا، واحد معايا شي مراحل. نبداو المرحلة الأولى هو مونتخي كو سي أ با، إلا كان أ و بي بجوج بيهم في نفس الوقت كاين تناول هاد المجال، راه أ موان بي فوا بي موان دو بليس بليطو أ موان دو فوا بي موان دو، راه سيكتور بوزيتيف. و إلا كانو بجوج بيهم في هاد المجال، بجوج بيهم ماشي واحد في مجال آخر واحد في مجال آخر، بجوج بيهم يكونو في هاد المجال، غادي يكون هاد لو برودوي بوزيتيف. واخا نبداو 5 أ، دونك غادي نكتب هنا 5 أ. سوا نبداو بهادي، سوا أ إي بي أبارتيان أ، نبداو بهاد الانترفال هذا موان لانفيني دو. واخا نبداو بهاد الانترفال، هما عطاونا جوج ديال الانترفال هنا، عطاونا هذا، واخا نبداو بهذا ونشوفو. واخا خصنا نبينو بأن هذا موجب، بمعنى خصني ندير التأطير ديال أ موان دو و بي موان دو، خصني نقارن أ موان مع دو ونقارن بي مع جوج. باينة المقارنة هنا، إلا كان أو بي في هاد المجال غادي يكونوا كبار على جوج ولا صغار على جوج؟ غادي يكونوا صغار على جوج. دونك غنكتبوها هنا، دونك أ انفيريور دو، إي هنا عندنا شوفو هنا عندنا أوفير، دونك ستريكتومون. ألوغ غنديرو الفرق بين دوك، ردو جوج للطرف الآخر، غتولي أ موان دو نيجاتيف، إي بي موان دو تاهي نيجاتيف. هكذا دونك غادي يولي عندنا هذا الشكل هذا، دونك ا موان 2 انفيريور ستريكتومون ا زيرو و بي موان 2 انفيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك عدد سالب مضروب في عدد سالب، دو كي غادي يكون دابا البرودوي ديالهم، هذا عدد سالب وهذا عدد سالب، غادي يكون بوزيتيف. هكذا هادشي اللي قالنا طلبوه منا، طلبوا منا انه يكون بوزيتيف. داكوغ نمشيو دابا، نمشيو للاخر، نمشيو للمجال الاخر اللي هو هكا باش تبان. ماتنو انا ندير واحد النقطه هكا، نمشيو سوا انا خصني واحد ان تي سوا ا بي ابارتيان. دابا نمشيو للمجال الاخر اللي هو دو بلس لانفيني. غي هنا، هنا هنا انا فيرمي اوفير، ما عندناش فيرمي، دونك انا الحادي تولي هكا. لاحظوا معايا هاد لي زانتيرفال راه هما اللي كاينين في مجموعة التعريف ديال اش، لأن قلنا في هاد الفقرة هادي خمسة غادي نهضرو على اش. بالنسبة لمجموعة التعريف ديال اش راه كنا قلنا، إلا رجعنا لداكشي اللي درناه قبل، لاحظوا معايا هنا، شوفوا بالنسبة لاش كنا قلنا مجموعة التعريف هي موان لانفيني دو و دو بليس انفيني اوفير اوفير. دونك غادي ندرسو اش، غادي ندرسوها على هاد جوج ديال لي زانتيرفال هادا. هنا درسنا دابا غير تمهيد داك السؤال، هاد السؤال هذا غير تمهيد، هاد السؤال هذا راه غير تمهيد باش من بعد ندير. هاي لاحظوا معايا ايتيدي لا مونوتوني، دونك هذا غير تمهيد. لاحظوا معايا لي زانتيرفال اوفير اوفير، يعني جوج ما داخلاش. نكمل هنا، كتبت هنايا عندي هنايا شنو قلنا؟ قلنا اوفير هنا. دونك الو نفس الطريقة اللي درنا هنا، نفس الطريقة شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب هنا غادي يكون سوبيريور ستريكتومون ا دو اي ب سوبر سيكتومون ا دو، لان علاش ا راه يمكن تنتمي لجوج بليس انفيني من جوج فما فوق. دونك دابا نديرو الفرق، شنو غادي نكتب هنا؟ غادي نكتب ا موان دو غادي يكون سوبيريور ا زيرو، اي ب موان دو سوبيريور سيكتومون ا زيرو. داكوغ دونك عندي ا موان ب ا موان دو سوبيريور سيكتومون ا زيرو، اي ب موان دو سوبيريور سيكتومون ا زيرو. الو الجودة ديالهم كي غادي يكون؟ جودة عددين موجبين، غادي يكون عدد موجب. داكوغ غادي يكون عدد موجب.
اضرب مباشره شنو غادي نكتب هنا غادي نكتب هنا دونك لا دو ا موان 2 فوا بي موان 2 نعاود شوفوا معايا هنا شنو عندي هنا عندي ا كبيره من زوج عفوا هادي ا موان 2 سوبيريور ستريكتومون ا 0 و بي موان 2 سوبيريور ستريكتومون 0 دونك جوج ديالهم غادي يكون بوزيتيف اضرب غادي نكتب هنا غادي يكون بوزيتيف ونكونوا بينا على هذا السؤال السؤال ها هي مونتري سوا اكس ا بي ابارتيان على هذا الانترفال ولا هذا الانترفال يكون هذا بوزيتيف دابا نمشيو لا كيسيون بي ايتيديو لا مونوتوني دو اش سور موان لانفيني 2 اي 2 بلس لانفيني وحده بوحده الو شنو خصني ندير هنا غادي نبدي غادي نكتب هكا دونك غندير هنا بي لا مونوتوني هكذا لا مونوتوني دو H مزيان غادي نكتب هنا سوا A et B deux éléments de نديرو دي دو H بعدا نفرقو ونديرو كل مجال بوحدو بعدا نديرو هادي on a tel que A inférieur égal à B on a واخا انا شنو خصنا نديرو ونا خصنا نقارنو شوف خصنا نقارنو اش لي ا مع اش لي بي شوف واش اكبر ولا اصغر دوك باش نقارنو هاد الزوج خصنا نقارنو باش نعرفو واش المتفاوته كتغير ولا ما كتغيرش ملي كندخلو اش او شنو خصنا نديرو هنا في هاد الحاله هادي خصنا نتصلو الفرق ديالهم نديرو الفرق من الاحسن نديرو الفرق لان ما عندناش التقطير ماشي حاجه من الاحسن ديال الفرق شنو غادي ندير اون بقى ندير اف اش دو ا مو اش دو بي أو نمشي دابا لا فونكسيون لي عندي شوفو عندنا إكس بلس 3 إكس موان 2 دوكا نعوض بالأ هنا خلي لي أ بلاص لينا أش دو أ سوا ديال أ بلس 3 أ موان 2 موا دابا أش دو بي بلاص الأ ندير بي ندير بي بلس 3 على بي موان 2 هكذا داكوغ هنا حسبت الصورة ديال أ والصورة ديال بي تيتيكا ندير واحد الكسر هنا هذا نديرو جدا المقامات لي دوناتو ا موان 2 بي موان 2 دوك اللي كنا كنبينو عليها دابا هاد شويه هي اللي لقيناها في المقام لاحظوا معايا ها هو دابا عرفنا الاشاره ديالها مزيان دابا بقينا نلبس شنو ندير ا بلس 3 مضروب في بي موان 2 موا ثم ا موان 2 مضروب في بي بلس 3 ايتيغا من الاحسن نقول لكم ديما قلت تبداو بالكسر عاد كتبوا هذا النشر انا شنو غادي نكتب غادي نبدي بهادي دونك غادي نكتب ا بي موان 2 ا دابا نمشي لثلاثة بلس 3 بي موان 6 هاد الناقص اللي هنا شوف باش ما تغلطوش خليوها هاد الناقص خليوها غادي نحل القوس هكا نشر دابا هادو نفس الطريقة ندير هادي في هادي هادي في هادي شنو غادي نكتب نكتب ا بي ثم بلس 3A موان 2B موان 6 داكوغ خليت انا هاد الناقص خليتها هنا ها هي هادي باش منغلطش ودات الاقواس هنا ونشرت الاول باش منغلطش متزربوش لان هاديك كتزربو وكتغلطو غادي ننقل A موان 2 B موان 2 دابا نحيد هاد الاقواس نخلي A B moins 2A plus 3B moins 6, d'abord moins AB moins 3A plus 2B, le moins mal, moins plus 6. Et il y a un jink de Bahna. Je vais vous dire que 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 نجمع ناقص جوج أ مع ناقص ثلاثة أ شنو تولي تولي ناقص خمسة أ ثلاثة بي مع دو بي هي خمسة بي ونخلي هادي أ موان دو بي موان دو إتيكال هادي كاملة كنحسبو أش دو أ موان أش دو بي ألو شنو غادي ندير هنا نعمل بواحد الخمسة غادي ندير هكا سانك وغادي ندير بي موان أ على أ موان دو بي موان دو داكوغ عملت بواحد الخمسة دوك موان ار ديتها من هاد الجهة وخليت بي الوغ دابا خصني نشوف الإشارة ديال هذا واش موجب ولا سالب شنو غادي ندير بعدا هادي لاحظوا معايا شنو عندي هنا عندي هادي
دونك نعرف بان بي موان راه موجب سواء في مكان. دونك غادي نكتب هنا دابخي سو كي بريسيد. On a A moins 2 fois B moins 2 est toujours positif pour tout X appartient à D de H. D de H fait juger le majel, fait le majel, union à le majel, tihad à le majel. Donc, même si on a A ou B, on a plutôt X, on a X. غادي نقلع هادي مزيان فور توت أ بي أبارتيا أ موان لانفيني دو أو بيان أ et B appartient à 2 plus l'infini. Donc, c'est le même objet. C'est le maqam qui est le même objet. Soit on peut A ou B dans ce domaine, ou on peut le faire dans ce domaine. Pour A, B-A, c'est le B-A. On a vu que A est plus, on a dit A plus. A moins 2 fois B moins 2. A inférieur égal à B. Alors, B moins A, qu'est-ce qu'il y a? Donc, A est égal à B. دونك ب هي اللي كبيره غادي يكون هذا بوزيتيف. دونك عندنا هادي هذا كيما بغا يكون ا او بي سواء كان في هذا المجال ولا ماشي في هذا المجال توجور راه بوزيتيف. علاش؟ لان عندنا ا صغيره من بي. دونك عندنا هادي وعندنا هذا مهما يكون سواء كان في هذا المجال ولا في هذا المجال راه كيكون هذا بوزيتيف و بي موان ا راه بوزيتيف. علاش؟ لان ديما اخترنا في الاول ا صغيره من بي. نسميوها مثلا ا ونسميوها دو 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 ان اي دو. On a J de A, H de A plutôt, moins H de B, l'IA, nous l'avons écrit pour A, 5B moins A sur A moins 2, B moins 2, car on a dit qu'on a dit toujours positif, on a dit toujours positif, on a dit qu'on est toujours positif, soit AB appartient à moins l'infini d'où, ou bien AB appartient à 2 plus l'infini. Donc, soit quand tu fais le majeur ou quand tu fais le majeur, toujours à des comptes positifs. Donc, H et donc, disons qu'il me le chouïa. Je ne sais pas si on le chouïa. Donc, il y a quand H. A moins HB qui vient à 0. Donc il a dit la bille taraf la H, non, et tous les H de A supérieur strictement à H de B. Mon qui dit l'oïgal, maintenant je tiens chez Mouchkil, mon qui dit l'oïgal, maintenant chez Mouchkil. دونك هنا واخا نكملو بعدا غير هكا شفويا. قلنا هنايا لقينا بان اش دو بي اي سوبيريور ايكال اش دو بي اش دو ا سوبيريور ايكال اش دو بي. هنا شنو باش بدينا؟ بدينا هنا من اصغر ولقينا اكبر. دونك شنو غادي نقولو في هاد الحالة؟ واش ديك كخواسونت لا كخواسونت؟ دونك في هاد الحالة هادي غادي نقولو بان لا فونكسيون اي دي كخواسونت. علاش؟ لان تغيرت المتفاوتة. انطلقنا من اصغر انطلقنا من هنا الاصغر لاحظوا معايا انطلقنا من الاصغر ولينا الاكبر. ها هي دوكا ندير هكا باش تفهموا اكثر. هذه غادي نقارنوها مع هذه. دوكا انطلقنا بهذه بقينا كنخدموا قسمناهم في جوج ديال المجالات. فبالتالي بينا بان المتفاوته تغيرت. الو شنو غادي نقولوا في هذه الحاله؟ غادي نقولوا بان لا فونكسيون اي كرواسون. دوكا نكتب هنا دونك اش اي دي كرواسون sur moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Donc on a dit qu'on décroissante à l'homme bzouj, puis on a décroissante à la d de h, puis on a décroissante à la d de h. Alors on va sur la question l'autre.
بالنسبه للطابلو دو فارياسيون، بالنسبه للطابلو دو فارياسيون غادي نسنجو قلنا انت رقم هاد الطابلو دو فارياسيون، غادي نسنجو انت رقم من هاد من هاد السؤال هذا ايتيدي لا مونوتوني دو اش. دونك غادي نكتبو هنا غادي نمشي لا كيسيون قلنا سي سي طابلو دو فارياسيون دو اش. واخا نتابعو معايا مزيان بالنسبة للطابلو دو فارياسيون هنا، لأن عندنا واحد المشكل ديك الزوج، عندنا واحد المشكل وغادي نزيدو واحد الرمز جديد، واحد المصطلح جديد. غادي نكتب هنا دابخي سو كي بريسيد اون ا، شنو عرفنا؟ عرفنا بان اش ديك كروسونت سيغ موان لانفيني حتى لجوج، اي سيغ دو بلوس لانفيني. دونك شنو التغيرات؟ طابلو دو فارياسيون اكس اش دو اكس، هنا عفوا راني غلطت باش ندير اش دو اكس، درت اف دو اكس، لا هي هذيك ماشي مشكل. دونك هذه هي الورقة اللي عندنا، نحتاج الورقة هذه. الو هنا غادي نشوف دابا نرجع لهاد المجالات نديرهم هنا، نمشي لمجموعة التعريف ديال اش. بالنسبة لمجموعة التعريف ديال اش هي موان لانفيني دو دو بلس لانفيني، دونك نديرها بعدا هنا الفوق. دونك خصني ندي مجموعة التعريف هنا، شنو غادي نكتب هنا؟ غادي نكتب موان لانفيني دو، وغادي نكتب هنا بلس لانفيني. هادو هنا كنزيد واحد الرمز خصكم تتبعوا معايا مزيان، هذا الرمز هذا دالة غير معرفة، لي با ديفيني اون دو، غير معرفة في الزوج، ما كاينش الصورة ديال الجوج. هنا لأن ملي درنا مجموعة التعريف حيدنا ديك الزوج، لاحظوا معايا ار ونقصنا منها الزوج، ار ونقصنا منها الزوج، بمعنى غير معرفة في الزوج. دونك الدالة ما كانتش معرفة في شي نقطة وديك النقطة كاينة في جدول التغيرات، داك العدد شنو ندير؟ كناخد واحد ندير واحد جوج خطوط متوازيين هنا هكذا، بمعنى كاين واحد الفراغ هنا، بما الدالة ما كتفوتش على هاد الفراغ هذا، كاين واحد الفراغ. دونك هنا الدالة معرفة غير هنا ومعرفة هنا، هنا ما معرفاش. الوغ إلا ما كانتش معرفة في شي نقطة الدالة كندير واحد جوج خطوط، هاديك النقطة إلا كانت ضروري خاصها تكون في جدول التغيرات، بحال هنا ضروري الزوج خاصها تكون في جدول التغيرات. علاش؟ لأن عندنا ديك كخواسون سيغ موان لانفيني دو، دونك الزوج ضروري خاصها تدخل باش نبينو بأن ديك كخواسون على هاد المجال. الوغ شنو غادي ندير دابا هنا؟ غادي ديك كخواسون عليهم بجوج هاد المجالات، شنو غادي ندير؟ غادي ندير هنا واحد السهم هكا وندير واحد السهم هنا هكا. الوغ هنا عندي ديك كروسونت ديك كروسونت، دونك ديك كروسونت على هاد المجال وديك كروسونت هي كاينه هنا، ديك كروسونت على هاد المجال وهاد المجال. الصوره ديال موان لانفيني ما كنعرفوش نحسبوها، الصوره ديال موان بلس لانفيني ما كاينش، ما كاينش، ما حتى ما كنخدموش بهذا الشيء هذا. حتى الجوج ما عندهاش الصوره، دونك نخليوها كجدول. دونك الجوج ما عندهاش الصوره، غير معرفه في الجوج، ما كاينش الصوره ديال الجوج، موان لانفيني بلس لانفيني كتبقى هكا. دونك هذا هو جدول التغيرات ديال هاد الداله، ديك كروسونت ديك كروسونت. دونك بهذا نكون كملنا. هاد هنا ما عندناش فالور مينيمال حاليا، فالور ماكسيمال ما كاينينش في هذا المجال كامل، موان لانفيني ديال دو دو بلس لانفيني، ربما تكون على شي مجال اخر هنا داخل ولكن ما كانش في السؤال. وهذا بهذا نكونو كملنا هذا التمرين 7. نلتقي ان شاء الله في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.